السلام عليكم عليكم السلام ايوه هذا ديني وهي تحية الاسلام على الصراط المستقيم شو متمني نمشي ما بشوف الدنيا صح الا لما غفي رمشي برجع بعيد ذكرياتي والتاريخ عم بمر كنت شوف الطيبة بس ما كنت شوف الشر فتحت عيوني فجأة شفت الناس نايمة ما بدها تصحى لانه صوت الحق كاتمي ها مسلم ضد مسلم والصهيوني برا ناطر حتى يفترسنا هي حقيقة مرة عمروا اوطانكم بالمحبة والصبر افهموا معنى كلامي هذا واقع مو شعر املأوا قلوبكم بمحبة الله زينوا عقولكم بكلام الله احبوا عيسى ابن مريم والحسن والحسين وصلوا على نبينا محمد نور العين سيدنا عمر وعلي ما بيرضوا باللي صاير لو هلأ معنا كانوا شنوا حربا ضد الكافر توحدوا لنعلوا تفرقوا لتسقطوا اذ